مصر تشتعل غضبا ضد مرسي وجماعته، والمتظاهرون يحرقون مقار لحزبه في الدقهلية والإسكندرية، فيما الإخوان يعتدون عليهم بالرصاص. مقتل متظاهر وإصابة آخرين برصاص شرطة أردوغان، والاحتجاجات المطالبة بإسقاطه في اتساع. اتفاق روسي مغربي على ضرورة عقد المؤتمر الدولي حول سوريا، ولافروف يتهم الدول التي تسلح المعارضة بعرقلة جهود الحل السياسي ويحذرها. قامت وحداتنا المسلحة بتنفيذ مهمة نوعية وعملية نوعية في مدينة القريتين، وبعد اشتباكات عنيفة دامت مع المسلحين لأيام تم إعادة الأمان إلى كافة أحيائها. بواسلنا يبسطون الأمن في القريتين بريف حمص، ويضبطون سيارة محملة بالأسلحة والذخيرة في حي الوعر. عمليات استباقية للقوات العراقية ضد أوكار القاعدة في الموصل وكركوك تسفر عن اعتقال العشرات منهم وضبط مخازن أسلحتهم. قال لي بدنا نفجر تلفزيون. قلت له ليش بدك تفجر تلفزيون؟ قال لي هيك اجتنا التعليمات من السعودية. وتتابعنا في نهاية نشرتنا. الإرهابي محمود حسن يروي كيف نفذ التفجير الإرهابي الذي طال مبنى تلفزيون قبل نحو عام. مساء الخير. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى النشرة الرئيسية من المركز الإخباري.